ده كنت في روضة السيدة. روضة السيدة ديت كانت اسمها تل العقارب زمان. هتشوفوا مشاهد بعد الفاصل، حاجة متفرح القلب وتشرح القلب وترد الأمل في النفوس العطشة للأمل. قبل سنة كنت في الأسمرات 2، كانوا بيستعدوا لبدء المشروع في أسمرات 3. هوريكم كمان أسمرات 2 بقت عاملة ازاي، حاجة تشرح القلب الحزين. من أسمرات للروضة ومن الروضة للأسمرات، زي من السيدة لسيدنا الحسين. مبادرة الرئيس مصر خالية من العشوائيات الخطرة، بدأت تنتج أثر. عندنا المبادرة ديت افتتح فيها أسمرات 1 و2 وبشاير 1 و2، كمان تل العقارب اللي اتحولت لروضة السيدة، كمان عندنا في اكتوبر الجاي ان شاء الله محروسة 1 و2، أسمرات 3 كمان. المرحلة الاولى كمان من تطوير منطقة الرويسات بمنطقة شرم الشيخ، ومشروع زرزرة 3 ببورسعيد، ومشروع تطوير منطقة هاجوج والاصلاح والجليم ببورسعيد، مشروع تطوير ميتالكو بالوادي الجديد. كل ديت من العشوائيات الخطرة. العشوائيات الخطرة بتنزاح من وجه مصر الصبوح. كان عندنا 160 الف فدان اجمالي مساحة المناطق العشوائية الجمهورية. العشوائيات الخطرة او العشوائيات بشكل عام 39% من اجمالي الكتلة العمرانية، وبتنتشر في 226 مدينة. 8 مدن بس في مصر خالية من العشوائيات، ولكن محافظة الاسكندرية كانت بتعاني بشدة من العشوائيات. واحنا شفنا غط العنب 1 وغط العنب 2. الحقيقي كل ده سوف يمحي تماما من خارطة مصر المحروسة. روضة السيدة اتغيرت، والصورة اللي بتشوفوها ديت من دي أسمرات 1 و2 وبشاير 1 و2. كل الفيديوهات دي بتقول ان مصر بتتغير وان العشوائيات الخطرة الى زوال. انا بشفت في الأسمرات وشفت في روضة السيدة انجاز هايل وعظيم، وناس محترمة بتشتغل ليل ونهار. وزي ما قلنا الشعار يد تبني ويد تحمل السلاح. المشهدين ده اللي اوريه لكم في تل العقارب سابقا، روضة السيدة حاليا، وفي أسمرات 2 وأسمرات 3 وأسمرات 1، حاجة ما حصلتش قبل كده. الناس بتتغير والبشر بيتغيروا وشكل المكان بيتغير، الخرطة المصرية بتتغير. النهاردة هذه الحلقة أنا بهديها لكل متشكك وبقول له بص وشوف مصر بتتغير، وكل متأكد بقول له كن على يقين وثقة في المستقبل. النهاردة مصر بتتغير، وتعالوا نشوف الصورة.